يمكن اكتر المواضيع اللي بتقلق الناس وهي رايحه تشتري بي سي جديد، هل هيبقى فيه عندي بوتل نيك ولا لا؟ هل القطع اللي انا شاريها دي كلها تشتغل مع بعض ومفيش قطعه تضايق قطعه تانية ولا لا؟ البوتل نيك عزيزي المشاهد غالبا كابوس حياه اي حد رايح يشتري بي سي كامل او يجمع جهاز جديد. ومن بدايه حلقه النهارده، اي موقع في الدنيا بيقول لك انا بحسب البوتل نيك والكلام ده كله، اعتبره اي هبد في الجبل، عشان بقى نقفل باب الحوار ده نهائيا. اسمع واحد يقول لي يا عم مصطفى انت بتقول اي كلام، هقولك اني بتجربة بسيطة جدا لواحد من اشهر المواقع اللي بتقول انها بتحسب الكلام ده. حطيت بروسيسور رايزن 9 3900 اكس مع كارت RTX 2080 Ti ورامات 128 جيجا بايت، قال ان في بوتل نيك بين المكونات دي او الاتريبيوتس دي، اللي هي حلمي انا شخصيا في الاقتناء يعني، وغالبا حلم اي حد. قال ان نسبة البوتل نيك 61% من 100%، واللي ينقطك بقى اكتر من كده ويفقع مرارتك انه بيقولك اعمل ابجريد، مش عارف هتروح فين انت بقى بعد كده لو ايه. فالمواقع اللي على تلك الشاكلة والناس اللي بتبني ارائها على المواقع اللي بنفس تلك الشاكلة، زيها زي المواقع بتاعت كان يوران ات وجيم ديبيت اللي بتطلع كلام ملوش اي حاجة باي شكل من الاشكال بالحقيقة، ولا يستند للواقع باي شيء، زي ما قلت من شوية اي هبد في الجبل، والتجربة هي خير دليل. وصدقني انا كمان زمان من الناس اللي كانت بتجري ورا المواقع دي، وكنت بصدقها لان ما كانش في حد يشاور لي على الصح، وما فادنيش الا البحث والتجربة والاختلاط بكوميونتي الهاردوير. فمش عاوزك تقع في نفس الفخ اللي انا وقعت فيه زمان، وفي ناس لحد دلوقتي لسه بتقع فيه، لان هدفنا هنا في عرب هاردوير ان نفهمك المعلومه بابسط طريقه ممكنه، عشان لما تتحط في موقع شراء ما تبقاش محتار هل القطعه دي فيها بوتل نيك ولا لا، وما ترميش فلوسك في الارض. طب مش هينفع ارمي الفلوس، فلوس كتير جدا، امسك جنب. اولا البوتل نيك او التشوك بوينت او عنق الزجاجه او نقطه الاختناق معاني كتير ومصطلحات كتير، بس ايه هو بالظبط؟ ملهاش الا تفسير واحد، البوتل نيك باختلاف اسمائه وترجمته هي نقطه اعاقه لاداء المكونات. مش فاهم حاجة. طيب بوتل نيك اساسا جاي من نفس فكرة رقبة الازازة اللي هي ترجمتها الحرفية للعامية، ويمكن ده هيكون ابسط وصف وشرح ليها. تخيل ان عندك ازازتين، واحدة رقبتها كبيرة والتانية رقبتها صغيرة، الاتنين مع الاختلاف في الاحجام فيهم نفس السائل اللي هي المية بنفس الكمية، لا زيادة ولا نقصان، مع اختلاف الحجم والشكل. انا المهم بالنسبة لي هو رقبة الازازة. الازازة الحمراء رقبتها اوسع من الازازة الشفافة، فسريان المية كان اسرع، بالتالي فضيت اسرع، مع ان الاثنين على نفس المستوى من السطح وفيهم نفس السائل ونفس الكميه. بلاش المثال ده، شكله سرسجي وقليل الادب حبتين. خلينا ناخد مثال غالبا اي حد جاي من اكتوبر ورايح الجيزه او المهندسين لازم يصطدم بيه. المحور عباره عن 5 حارات بقدره قادر في اخره عند طلعه الدائري ونزله السودان بيتحول لحارتين. تكدس مروري في المكان ده بسبب ان العربيات اللي رايحه 5 ومش مسموح باكتر من 2 يعدوا، عشان كده المكان ده فيه زحمة مستمرة. قيس على كده كل التكدس المروري اللي بيحصل في مصر عند طلعة المريوطية، عند نزلة المنيب، كوبري اكتوبر. فاللي بيحصل في الكمبيوتر او الهاردوير ان الداتا بتكون رايحة مثلا من حاجة زي الاس اس دي بكميات كبيرة جدا لكارت الشاشة، وللأسف البروسيسور مش قادر يستوعب الكم ده من الداتا، لان البروسيسور لو تفتكر ليه دور في الالعاب من حيث العمليات المنطقية، فمش قادر يكيب اب او يتماشى مع قوة كارت الشاشة، فبيضطر انه يعالج الداتا بوقت متأخر او بشكل ابطأ من كارت الشاشة، فبتلاقي ان استهلاك البروسيسور مثلا على التاسك مانجر 100%، في حين ان في نفس اللحظة استهلاك الكارت على برنامج زي جي بي يو تويك مثلا 80 ده لو حظك حلو، 60 لو الموضوع كبير جدا. فده ببساطة شديدة جدا يعني ايه بوتل نيك. حلقة في سلسلة كبيرة جدا مش قادرة انها تستوعب كم الداتا اللي بتقابله، بالتالي بتخنق باقي المكونات بسبب ضعفها في التعامل مع الداتا. ممكن البوتل نيك يبان في صور كتيرة جدا، ممكن في وحدات التخزين يبقى عندك داتا حجمها كبير وجهازك امكانياته كبيرة جدا وحاجة غالية قوي تعالج الداتا دي، بس معدل الكتابة والقراية مش متناسب ابدا مع حجم الداتا ولا حتى المواصفات اللي عندك. الرامات مثلا، لا الرامات بيس الحقيقة، بس نقطة الرامات دي مش كبيرة قوي الا لما يكون انت بتستخدم
سوفت وير معين او بتلعب لعبه معينه بتستهلك نسبه كبيره جدا من الرامات. الشاشات مثلا ممكن تسبب نوع من انواع عنق الزجاجه، بس مش للمكونات نفسها لكن ليك انت بشكل شخصي. لانك لو تفتكر ان الشاشه لو 60 هرتز وكارتك قادر انه مثلا ينتج ال100 لل200 فريم، انت مش هتشوف ال100 او ال200 فريم دولت، انت هتلاقيهم طبعا رقم كبير كده منور ملعلط في جنب الشاشه، لكن انت محكوم باقصى قدره الشاشه بتاعتك هتقدمها اللي هي 60 هرتز اللي يوازي 60 فريم، فانت مش هتشوف اكتر من تاثير ال60 فريم، فده برضو نوع من انواع البوتلنك. طب والبورده؟ هستغرب جدا استغرب كده لو حد جه قال لي البورده ممكن تعمل بوتلنك. انا بالنسبه لي واحسب نفسي شخص عنده علم بالهاردوير بشكل الحمد لله متواضع، شايف ان البورد لا تمت باي صله من الصلات في الاداء، ملهاش مساهمه كبير اللي هو وجودها زي عدمها. بالنسبه لي انا شايف ان احسن وصف للبورد ان مجرد هوست يربط المكونات ببعضها، هيوفر لك دعم للبروسيسور او لجيل بروسيسورز معين. عندك مثلا البورد الايسوس الار او جي ستريكس اكس 299 اي جيمنج 2 اللي متلقاها هنا بقى لفتره طويله، بورد بتدعم سوكت ال جي اي 2066 الداعم لبروسيسورز الاكس سيريس من انتل بدايه من السكاي ليك لحد الكاسكيد ليك الجديد اللي هو عباره عن تعديلات عن الاجيال القديمه عشان تقدم اداء احسن. تقدر تقول كده ان على حسب اراء الناس والنتائج جيل ملوش عايز ينزل اساسا. لو افترضنا ان ربنا فاتحها عليك ورحت جايب بورد اعلى من دي من حيث السعر، هل الاداء هيزيد؟ والله تجربتنا بتقول عكس كده خالص، ان اختلاف البورد مع بقاء المكونات بنفس المواصفات ما بيقدمش اي جديد. عشان كده انا بقول ان البورد احسن وصف ليها انها مجرد هوست. هوست بيقدم لك مميزات، ليك كامل الحريه في البورد بس انك تستخدمها وليك انك ما تستخدمهاش. يعني البورد دي بتدعم بروسيسور لحد الكور اي 9 10980 XE، ركبت اقل من كده ايه هتزعل؟ لا، انت محكوم بالميزانيه بتاعتك اللي اجبرتك على بروسيسور اقل، بس كونها بتدعم بروسيسور اعلى ده ميزه في حد ذاته، عشان لو حبيت تعمل ابجريد تاخد بروسيسور اعلى تاخد اداء اعلى. البورد دي مثلا بتدعم رامات لحد 256 جيجا في وضعيه كواد شانل لحد تردد 4266. انت شخص واعي جدا ومتابع جدا لحلقاتي، عرفت مني ان بالتجربه ان الرامات من بعد تردد 3600 على الالعاب والبرامج ما بتقدمش فرق كبير في الاداء، واحيانا الاداء بيكون متخبط وبيكون اقل كمان من ال 3600، بس الفكره هي في الاستابيليتي اللي بتقدمها المنصه بالكامل، وده الاهم، لان المنصه لو مش ستيبل يبقى مفيش حاجه هتشتغل. فالبورد مثلا مش هتزعل لو ركبت رامات بحجم 128 جيجا بايت وتردد 3000. في الاول وفي الاخر انت بتختار المناسب ليك من حيث الميزانيه، بس فكره الدعم القيم اعلى في اي حاجه ده معناه ان في احتماليه انك تاخد اداء اعلى مع كل زياده بتدفعها. عندك مثلا موضوع كسر السرعه، اهو ده بيكون موجود مثلا في بروسيسورز الاكس سيريس كلها من انتل والكيل اللي ما حدش بقى يشتريها دلوقتي. لو انت ما عملتش كسر السرعه ده هيسبب لي بوتل نيك. طيب لو كسرت السرعه هيخفف نسبه البوتل نيك في بعض الاحيان. الموضوع ده بينفع بس في ريسك كبيره جدا لو انت شخص جاهل باساسيات الموضوع، بس الفكره انك هتلاقي الموضوع مدعوم بشكل كويس، لان البورد مثلا فيها دايره طاقه عباره عن 12 مرحله بتبريد كويس جدا في مروحه صغيره كده بتقعد تدور مزعجه شويه عشان يضمن ان ما تبقاش درجه حراره الفيس باور عاليه فيوقعك في مشكله ثانيه وهي الثيرمال ثروتلينج، بالتالي البورد ما تبقاش مستقره وتفصل منك كل شويه. فكل ده ياكد كلامي ان البورد دورها في البوتل نيك قليل جدا وشبه مش موجود. طيب يا عم انا شخص ما بفهمش، حلو، والمواقع دي يعني مصدق عليها ختم النسر واخداه، المواقع دي ما بتهتمش اصلا بالبورد ولا الشريحه اللي مركباها، هي هتحط لك البروسيسور والكارت والرامات واصلا ما بتطلبش الاس اس دي. يعني شفت ما بتطلبش الاس اس دي. يعني ايه اللي عاوز اقوله؟ ان الكلام ده كله ياكد ان البورد هوست فيها بوتنشلز هتستخدمها هتقدم لك اداء اعلى من المتاح او مميزات اكتر زي كميه اليو اس بي اللي موجوده، الام دوت 2 اللي موجوده بالهيت سينك اللي عندك. موضوع اليو اس بي ده مثلا انت غالبا هتستخدم 3 4 من اليو اس بي وواحد ام دوت 2 مثلا، ويعني لو سارق بنك تستخدم 2. طب والباقي هيعامل معامله البي سي اي اكسبريس والساتا الزياده وباقي بورتات الاوديو الكتير. وقت ما توفر الهاردوير وتستخدمه هينفعك، غير كده هو خامل لا بيضر ولا بينفع زي البطاريه، لا منه طائر ولا منه حيوان، على عكس مثلا حاجه زي اللايف داش او الشاشه الاوليد اللي بتكون موجوده في قطع كتير الفتره الاخيره. يعني مثلا الشاشه الاوليد دي هتوفر لك قرايات عن جهازك استخدمتها كان بها ما استخدمتهاش، موجوده لا هتضر برضه ولا هتنفع باي حاجه. والحقيقه هتعامل معامله الار جي بي، موجود
يعني وجوده زي عدم. والحقيقه مش انا لسه من شويه بقول لك ان موضوع البوتل نيك ده نسبي وموجود بصور مختلفه. عندك مثلا لو عندك شبكه 10 جيجا بت اشك في الموضوع ده، وانت معكش غير مثلا اتنين بورت لان، واحد 1 جيجا بت والتاني 2.5 جيجا بت، والبورده فيها واي فاي اللي هم بالمناسبه موجودين في البورده، نقدر نقول ان عندك في اللحظه دي نوع من انواع البوتل نيك بس نسبي شويه، لانه هيعتمد عليك انت بالكامل وموضوع شبكه 10 جيجا بت، والاهم ان يكون عندك الملفات اللي تستحق انك تستخدم عشانها 10 جيجا بت كشبكه اساسيه او تبني اصلا الموضوع من الاول. يبقى اللي عايز اوصله لك من هذه الحلقه ان موضوع البوتل نيك مصطلح انتشر الفتره الاخيره بشكل بشع جدا، كان موجود وهيفضل موجود، ويعني مش هيبقى موجود برضه، ومش مقتصر على الهاردوير الحقيقه بس، لكن سبب انتشاره في الفتره الاخيره الكتير ده ان اصحاب الميزانيات المحدوده في التجمعات شايفين الهاردوير الجديد غالي عليهم مقارنه انه مثلا ممكن يشتري بروسيسور كور اي 7 جيل رابع، وهو فاكر انه كده نجد نفسه من التجمعات وكمان هياخد اداء احسن. بص يا باشا، انت هتشتغل بس محدود في التحديث وكمان محدود في ادائك، لانك هتشتري كارت من الاجيال الحاليه وهتفتكر انه هيشتغل في بعض الالعاب، هتلاقي الاداء مش تمام، هتبدا تدور والتست وهتلاقي ان عندك بوتل نيك، وتخش في لوب التحديثات لحد ما هتكلف نفسك فلوس قريبه من ثمن التجميعه الجديده. فموضوع البوتل نيك نسبي جدا ومش بالضروره يبان بنفس النسب في نفس الالعاب او في نفس البرامج، لكن مفيش موقع في الدنيا عمله الانسان بيقيس حاجه زي كده، بس انت بنفسك تقدر تعرفه من برامج بتشوف استهلاك الكارت، وقتها تقدر تعرف ان كان عندك بوتل نيك ولا لا. البورد مش عارف للمره الكام، ملهاش علاقه بالبوتل نيك لا من قريب ولا من بعيد، بس انا حابب ارزعها في النص. البورد هي هوست كبير هيتوصل فيه كل القطع بتاعتك، وبيدعم القطع دي بنسبه 100% ومتوافق معاها. مش متوافق، مش هتشتغل من الاساس، لكن ممكن يكون في نسبه توافق 100%، يعني الحاجتين دولت شاكبين راكبين مع بعض، بس في حاجه مش مظبوطه، ودي حاجه ثانيه خالص اسمها الكومباتيبلتي ايشيو، ملهاش علاقه بالبوتل نيك وظروفها اغرب من ظروف البوتل نيك. طبعا ممكن ندردش في الموضوع ده في حلقه جايه لما تعمل سعادتك سبسكرايب لقناه عرب هاردوير عشان يجي لحضرتك النوتيفيكيشن بالحلقه اللي جايه. اللايك اللذيذ بتاعك لو الحلقه عجبتك، رايك السديد تحت في التعليقات. وبالمناسبه سعر البورد دي 500 دولار، اتسلب الحلقه اللي هتظهر لك حالا، وكما هي العاده اتمنى اشوفكم في الحلقه الجايه.